بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. طريقة لزيادة متابعينك على التيك توك، هنا طريقتين تقريبا. سوف تنبهر بعد ما تسوي السالفة، طبعا بدك تستنى ساعة ساعتين 3 ساعات حتى يبلش يجيك متابعين. حسب شطارتك باليوم ممكن تطلع 10 متابعين، 20 متابع، 30 متابع، 100 متابع، حسب شطارتك ونشاطك. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أول طريقة بدنا نعرفها، تمام، عندنا التيك توك. نفوت على التيك توك. هتقولي إن أنا بكذب؟ فيديو طبعا هذا الفيديو يا إخوان، أحط لكم رابط قناة الشاب هذا بالوصف، تمام. تفوتون على القناة وتفوتون على الفيديو هذا، تمام. بعد ما نفوت على الفيديو هذا اللي هو هذا، هو طبعا الفيديو لو عايز 1000 متابع في اليوم سهل. بعد ما نفوت على الفيديو هذا نفوت على التعليقات، تمام. بعد ما نفوت على التعليقات ونحط قلب لكل شخص معلق تعليق، قلب. طبعا بدك تعلق انت بتم وتحط تعليقات، تمام، وتحط لايك على التعليقات، عفوا. ودك تعطي يعني قد ما تعطي ناس ممكن الناس تردك، تمام، قد ما تقدر سوي. طبعا الشاب عنده ما شاء الله 24000 تعليق، يعني احتمال انك تلحق 1000 متابع باليوم وعادي، تمام. الان بعد ما شفنا هذا الفيديو، هذه الطريقة الاولى طبعا، ها، متابعين. طبعا قبل شوي كنت اسويها عادي، تمام. المهم نفوت هنا. عندنا طريقة ثانية لزيادة متابعين. الطريقة الثانية تفوت على محتويات رائجة مثل هنا، يعني تفوت على البحث، تمام. في عندك هنا زي رمضان كريم، تفوت على اي واحد فيها. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله رمضان كريم علينا وعلى الأمة العربية، تمام. تحط لايك وتحط اعجاب، تفتح موقف خاصية التعليق، ترجع تفتح اي محتوى لك يوم، مثلا هاي، مثلا هذا الفيديو، تحط له اعجاب وتفوت وتحط قلوب على التعليقات، تمام. لسه ما خلصن، في كمان طريقة لزيادة المتابعين. تقدر تفوت على صندوق البحث، تحط تغلب طبعا انجليزي، تحط مثلا حرف الكي، عندك مشهورين بحرف الكي، فوت مثلا على هذا. لا هذا ما توصل مليون، انساك من هذا. نحط حرف الار مثلا، فوت على هذا، عنده 44 مليون، تمام. نفوت نحط متابعة، استنى ما بين 5 ثواني إلى 10 ثواني تقريبا ونلغي المتابعة. نستنى شوية ونرجع نتابع، تمام. ونحط لهذولا متابعات، طبعا هذولا يكون عندهم متابعين عالي. في الصفحة تبعتك تقترح عند ناس كثير، الأشخاص اللي متابعين الأشخاص هذولا صفحتك تصل لعندهم. طبعا أنت إذا ما ودك تتابع ناس كثير من هون، تقدر بعدية تروح تلغي متابعات هذول، يكونون من الأوائل اللي ضايفهم، تمام.